خلق الله قلبها قلبها هدانا فاطم حمانا قلبها تعالى الله رب الكبرياء. ومن أوحى ببعث الأنبياء تعالى الله رب الكبرياء. ومن أوحى ببعث الأنبياء ليفنى الظلم ما بين البرايا ويحيى العدل من دين السماء تعالى الله رب الكبرياء ومن أوحى ببعث ليفنى الظلم ما بين البرايا ويحيى العدل من دين السماء مرسل يتلو رسولا فرقدون من بعد فرقد والنبيون الغيارى منهم الألطاف تمتد بعد آلاف توالت أقبل الوعد الممهد حينها مكة تصاحت جاء بالحق محمد حينها مكة تصاحت جاء بالحق محمد جاء بالحق محمد أشرق الإسلام برهانا ناشرا وعيا وإيمانا غير أن الدين قد كانا ضلعه يحتاج قربانا أشرق الإسلام برهانا ناشرا وعيا وإيمانا غير أن الدين قد كان ضلعه يحتاج قربانا
ضلعه يحتاج قوه. بحجم الدين تهدت تضحياته لعينيه تلوح الأمنيات لهذا فاطم من بعد طه على وقفاتها حل الثبات بحجم الدين تهدى التضحيات لعينيه تلوح الأمنيات لهذا فاطم من بعد طه على وقفاتها حل الثبات بانقلاب جاهلي أسرع القوم رجوعا شرعوا تبديل دين حين جاءوها جموع بانقلاب جاهلي أسرع القوم رجوع شرعوا تبديل دين حين جاءوها جموع حاصروا بيتا إليه أججوا خطبا مروعا حاصروا بيتا إليها أججوا خطبا مروعا بين باب وجدار كسروا منها ضلوعا بين باب وجدار كسروا منها ضلوعا ألا من مناد يا زهراء يا زهراء لو رنت بالصمت تظلم عندها فالدين لا يسلم لو رنت بالصمت تظلم عندها فالدين لا يسلم فلتكن آلامها بلسام وفداء خدها يلطم بانقلاب جاهلين أسرع القوم رجوعا شرعوا تبديل دين حين جاءوها جموع
حاصروا بيتا إليها حججوا خطبا مروعا بين باب وجدار بين باب وجدار كسروا منها الضلوع كسروا منها الضلوع ورنت بالصمت إذ تظلم عندها فالدين لا يسلم فلتكن آلامها بلسام وفداء خدها يلطم وفداء خدها إذا الزهراء باتت في حنيني ولو خرت بإسقاط الجنين إذا الزهراء باتت في حنيني ولو خرت بإسقاط الجنين فما خرت لها الآيات لكن علت في جانب الحق المبين إذا الزهراء باتت في حنيني ولو خرت بإسقاط الجنين فما خرت لها الآيات لكي علت في جانب الحق المبين كمال وارتقاء ومجد واعتلاء بكفيها غدا القرآن يتلى لها الصبر الجميل وركن لا يميل لها الصبر الجميل وركن لا يميل وتمت فاطم صدقا وعدلا هي الزهراء نبع المعجزات تجارت كوثرا بتضحياتي وقد أهدت حياة للحياة للحياة هي الزهراء نبع معجزاتي تجارت كوثرا بتضحياتي وقد أهدت حياة للحياة للحياة وقد أهدت حياة للحياة مضت للمصطفى قلبا معذب ولكن اسمها يبقى مذهب فإن العمر بالآثار يبقى وليس العمر بالأيام يحسب بالزهرة لم يضع جهدا للدعاة
الزهرة صوتنا يعلو في الصلاة بالزهرة لم يضع جهدا للدعاة بالزهرة صوتنا يعلو في الصلاة حري بالعباد المنصفين حري بالعباد المنصفين لديها أن يصلوا الطائعين وأن يهدى سلاما كل حين وأن يهدى سلاما كل حين إلى الزهراء خير العالمين مشكات إنها شمس في الشروق مشكات وهي إرجاع للحقوق مشكات إنها شمس في الشروق مشكات وهي إرجاع للحقوق